قناة المسلم أخو المسلم الدعوية، بوابتك للعلم النافع. والفيروس ده بيعيش 12 ساعة في السطوح، في السطح بتاع أي حاجة بيعيش 12 ساعة برا، ودي حاجة غريبة يا أخواننا، إنه دائما الفيروسات بتكون ضعيفة برا جسم الإنسان إلا لما تكون جوا داخل الجسم. جزى الله معالي الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.